اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من ارضية ملعب دومبا سارينا. هذه اجمل تحية، وكما ترون على الشاشة الاجواء جميلة والطقس مثالي لتقديم مباراة كبيرة. تحياتي محدثكم فارس عوض للتعليق على احداث هذا اللقاء. لقاء اليوم ياتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري ابطال اوروبا. فريق شختار دونيتسك في مواجهة الميرينج ريال مدريد. اليوم اصحاب الارض والترشيحات ليست في صالحهم، والكل يعطي الزوار الافضليه للتاهل. اكيد اصحاب الارض سيحاولون الاستفاده من عمل الارض والجمهور. في مباراة اليوم بياتوب في حراسة المرمى، ماتفينكو سيلعب بجانبي، مارلون سانتوس في خط الخلفي، مايكون سيبدا مع ستيبانينكو في خط الوسط، وفي الخط الامامي راح يتواجد لاعب واحد فقط في دور المهاجم. يبدا ريال مدريد اليوم مبارياته في دوري ابطال اوروبا. الملكي ليس فقط مرشحا لتصدر هذه المجموعه، الملكي بالتاكيد مرشحا للتتويج بالمسابقه، وهذا الامر ليس بجديد على الميرينجي. لا يمكن ان نتكلم عن ليالي دوري الابطال وان ننسى الريال ومبارياته والقابه وحكاياته التاريخيه واساطير الذين ظهروا من خلال هذه البطوله. ريال مدريد العلامه الابرز لهذه المسابقه، كبير أوروبا بكل تأكيد. وجوده يعطي طعما خاصا ومذاقا مختلفا، فريق بتاريخ كبير وذكريات أكبر. تنطلق الآن المباراة الأولى من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا. يسير باتجاه المرمى الآن، بدت فرصة جيدة لكن الكرة تحولت للخصم. لنتحدث قليلا عن تأثير وجود اللاعب توني كروس في لقاء اليوم. لا يمكن إلا أن تقول بأن لاعب مميز جدا في اللعب مع الزملاء، في تبادل الكرات، مهم جدا من أجل نقل الكرة وفتح المساحات في الملعب. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. مدرج، الكل يعرف قدراته، إمكانياته، يعرفون بأنه سيسجل ولا يمنعونه من التسجيل. نشوف الهدف من جديد. بناء للهجمة كان في تمريرات كثيرة، ومن مسافة قريبة كهذه لا يمكن أن تضيع الفرصة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. دائما البداية تكون مهمة في أي بطولة، وهذه البطولة ليست كأي بطولة. دوري أبطال أوروبا أكبر بطولات الأندية حول العالم، واللي يتابعها الملايين من عشاق كرة القدم في كل مكان. ستيبانينكو. منطقة الجزاء يفتك الكرة بامتياز. ريال مدريد الآن يقوم بعمل في منتهى الجمال في تمرير الكرات. توني كروس، ملعوبة إلى كروس، فينيسيوس جونيور، حردية لا تمر من الدفاع. بيدرينيو، تدخل ناجح على الكرة. توني كروس، كريم بنزيما،
فرصة أمام رودريجو. إراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. ضغط ناجح في الأمام. كاسيميرو، كرة بتذهب لكريم بنزيما، يمنع تسديدة من المرور. مودريتش، كريم وفرصة هدف في الآن، ينقذها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. إشادة كبيرة يجب أن نوجهها لحارس المرمى على هذا التصدي لفرصة كانت خطيرة جدا. شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. اعتراض من الجماهير على حكم المباراة بسبب تجاهله لركلة الجزاء، تعتقد وترى بأنها كانت صحيحة. بيعدي بالكرة بيروح فيها. فرصة الآن، كرة فيها خطورة. يا الله، يعودون في النتيجة، سجلوا التعادل، عادوا للقاء من البداية، مستحيل ما يحدث. هدف تعادل قاتل قبل نهاية الشوط الأول. التوقيت مهم جدا لأنه يجعلك تذهب بالتأكيد إلى غرفة الملابس وأنت في وضعية التعادل. أوراق كلا المدربين اختلفت الآن. النتيجة 1-1 مع نهاية الشوط الأول. وينطلق الآن الشوط الثاني من المباراة الأولى لدور المجموعات في دوري الأبطال. لوكا مودريتش، ملعوبة إلى كاسيميرو. إيدر ميليتاو، كاسيميرو، كرة تصل لتوني كروس. فينيسيوس، جميل تبادل الكرة. كريم بنزيما، كاسيميرو، قدرات كبيرة جدا في الاحتفاظ بالكرة. كاسيميرو، والراية تعلن عن وجود تسلل هنا. يكرر دائما بأن التوقيت أهم شيء في تفادي الوقوع في التسلل. التسرع في التمريرة هنا كلف الفريق الفرصة. تفوق واضح لريال مدريد في أرقام الاستحواذ في هذه المباراة، لكن بشكل عام الأداء لا يعجب هذه الجماهير لأنها تبحث عن الفوز، تتكلم عن الفرص، الفرص قليلة على المرمى. نتيجة حتى الآن تعادل. الاستحواذ إذا ما كان إيجابي يكون نقطة ضعف على الفريق بالتأكيد أن يسرع من رتمه وأن يكون موجه بصورة أكبر على المرمى. ستيبانيكو بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة. برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف. كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. ينفذ الركنية، يبعد الخطورة عن منطقته. ممتاز التدخل، شوف كيف قراها. رودريجو، كريم بنزيما، كرة يفقدها بنزيما.
كارلوس، ضغط يتشكل ولكن بدون استعجال، ما في تسرع حتى الآن بالرغم من التعادل. محاولة وتسديده فيها قوة كبيرة لكن لا يوجد فيها الدقة المطلوبة، وبالتالي الكرة بعيدة عن المرمى. مدرب يجري تغييرين دفعة واحدة. لوكا مودريتش، لوكا مودريتش، ملعوبة إلى كروس، كاسيميرو، انطلاقة هجومية لريال مدريد. لم تنتهي المحاولة كما تمنى الفريق، وبالتالي الكرة تتحول مع الخصم. كرة بيخلصها المنافس، تمريرة تمر قريبة وتخرج من الملعب إلى رمية التماس. تبديل لمصلحة ريال مدريد. ونحن نقترب من نهاية هذه المباراة والتعادل مستمر. عمل كبير من الجمهور لتحفيز الفريق من أجل تحقيق التقدم وخطف الفوز في هذه اللحظات. تسع دقائق متبقية من عمر المباراة. كرة بتنقطع الآن من كارفخال. مجهود طيب في الاحتفاظ بالكرة. الفريق ينجح الآن في قلب السيطرة لمصلحته في هذه اللحظات. قوة كبيرة في الدفاع عن الكرة. تدخل ناجح عن الكرة. ايدن هازارد. ما زالت الكرة في الملعب وفيها خطورة. يفقد الكرة. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. دينتينيو. يبحثون عن تسجيل هدف التقدم في فرصة قد تكون الأخيرة. لكن تفشل هذه المحاولة. من المهم جدا التركيز في الثلث الأخير. صافرة نهاية التسعين دقيقة والتعادل هو النتيجة السائدة في المباراة.